صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هذا الصباح. معادنا في الساعة الثانية زي ما احنا متعودين بتكون فقراتنا الحوارية. طبعا أول حوار أنظار العالم كله بتتجه إلى العاصمة الزامبية لوساكا واجتماعات الكوماسا، وهذه الاجتماعات الحقيقة يعني هتشهد العديد من الملفات والمناقشات اللي بتسعى طبعا للارتقاء بشكل التكامل الاقتصادي بشكل كبير بين الدول الإفريقية. نتعرف على تفاصيل أكتر، يمكن تأكيدا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز أهمية التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين كافة الدول الأفريقية من أجل رفع مستوى رفاهية الشعوب الأفريقية اللي طبعا تستحق ذلك، وبجدارة لما تمتلكه من ثروات ومن تاريخ إنساني وبشري كبير. العديد من التفاصيل هنتحدث عنها من خلال هذا الحوار. بشرفنا في استوديو هذا الصباح الكاتب الصحفي أستاذ أشرف عبد الغني، مدير تحرير جريدة الجمهورية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك معانا. اسمح لنا نخرج لتقرير يستعرض ابرز محطات الكوماسا وابرز التصريحات اللي قيلت في هذه الاجتماعات، ونعود لفتح الحوار. ابقوا معنا. بهدف تعزيز سبل التعاون ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار والتجارة بين دول القارة الإفريقية، جاءت أعمال قمة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي كوميسا في زامبيا. في هذا الإطار واجهت القارة الإفريقية العديد من التحديات، ولكن كان هناك في المقابل العديد من الجهود المبذولة لتوحيد المنطقة وتحقيق استقلالها من خلال سعي دول الكوميسا الجاد لتحقيق استقلال وسلامة جميع دول القارة بشكل منفرد، وأيضا تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء إفريقيا في المجالات كافة. وقد تولت مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي والإقليمي، ووضعت أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للتجمع ارتكزت على دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبها، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن الإفريقي. مصر أولت اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات كوميسا وساداك وشرق إفريقيا، وذلك عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري فيما بينها. وهنا لابد من التأكيد على أهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية الشعوب الإفريقية وتدعيم مقدرات السلم والأمن في دول القارة، فهناك العديد من المشكلات في القارة الإفريقية تتمثل في هجرة الشباب واهتراء المنشآت العامة والخاصة، ولكن دول الكوميسا واجهت العديد من تلك المتغيرات بقوة ومرونة عالية. من هنا تكمن ضرورة إدارة المصادر الإفريقية بشكل متعاون وتنفيذ كافة السياسات التي تحث على تطوير الشعوب الإفريقية، وكذلك ضرورة توطين الصناعات الإفريقية من خلال شراكة العديد من الدول والقطاع الخاص لمساعدة الدول الإفريقية في ذلك. زي ما شفنا من خلال هذا التقرير الحقيقة استعراض ووقوف عند أبرز المحطات الخاصة بأهداف الكوماسا ودور مصر خلال توليها رئاسة الفترة الماضية والدورة الماضية من الكوماسا. أرجع مرة تانية ورحب بضيفي الكريم في استوديو هذا الصباح الكاتب الصحفي أستاذ أشرف عبد الغني، مدير تحرير جريدة الجمهورية. مرة تانية صباح الخير فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. نبدأ من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره لاجتماعات الكوميسا وتأكيده على أهمية التكامل بين دول القارة الإفريقية. بنتحدث هنا عن الشرق والشمال تحديدا، وإلى أي مدى يمكن تحقيق هذا أو دعم هذا التكامل فعلا يعزز من رفع مستوى رفاهية الشعوب الإفريقية.
قطعا فكرة التكامل الموجودة بين الدول الإفريقية بشكل عام ودول الشرق والجنوب بشكل خاص مسألة مهمة جدا. التكامل هنا في معناه الواسع حسبما يقصد السيد الرئيس أعتقد أنه ينصب بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية. الجوانب الاقتصادية هي أساس كل تكامل وهي أساس كل انطلاق لتنمية القارة الإفريقية. ولطالما أكد السيد الرئيس خلال كافة الفعاليات الإفريقية التي استضافت مصر جانب كبير منها وشاركت في جانب أكبر في مختلف الدول الإفريقية بالإضافة إلى لقاءات القمة والاتصالات المتتالية التي يقوم بها السيد الرئيس، أعتقد أن هي ركزت بشكل كبير على هذا التعاون الاقتصادي، ركزت بشكل كبير على الجوانب التجارية، ركزت بشكل كبير على جوانب الطرق وشق طرق تربط ما بين الشمال في البحر المتوسط وما بين الجنوب في بحيرة فيكتوريا، ركزت بشكل أساسي على التعاون الوثيق وإيجاد حلول جذرية للمشاكل الإفريقية من خلال التنمية الشاملة لكافة الدول التي تعاني على مدار سنوات وسنوات. حاول بشكل كبير أن يركز على فكرة أن تقوم الدول الإفريقية بالاعتماد على نفسها وضخ كثير من الاستثمارات حتى تنهض مرة أخرى وتتصدى لكافة الأزمات الداخلية والصراعات الداخلية التي تعاني منها خلال السنوات الأخيرة. كل هذه المسائل أعتقد أن هي بتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هنالك رؤية مصرية واضحة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد لتنمية القارة الإفريقية والتعاون مع القارة الإفريقية بعد سنوات طويلة من التجاهل والإهمال. صحيح. الحقيقة من كلام حضرتك، وده سؤال دايما بيطرح نفسه، القارة السمراء لديها بالفعل العديد من الثروات التي يعني تؤهلها أنها تكون في صدارة العالم، لكن دائما هذه الثروات إما مهملة إما مستعمرة وإما هي يعني حبيسة الصراعات السياسية الداخلية. السؤال الدائم والأبدي، لماذا دائما إفريقيا تخضع لوطأة هذه الأمور بشكل كبير، وإن ليه دائما للأسف يعني ما بنتقدمش لقدام رغم أن عندنا ما يؤهلنا إلى ذلك؟ في حقيقة الحال الإجابة عن هذا السؤال هي إجابة أعتقد تحتاج إلى كثير من الدراسات وكثير من الشرح. أول الأسباب من وجهة نظري هي أن الصراعات الداخلية في الداخل الإفريقية تجد من يغذيها من الخارج بشكل أو بآخر بالأسلحة، بالتمويل، بكثير من الوسائل بهدف وحيد وهدف رئيسي هو السيطرة بشكل أو بآخر على ثروات هذه البلاد. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الاستعمار القديم وجد لنفسه أشكال جديدة من ليسيطر على ثروات الإفريقية من خلال صراعات ممتدة. خلال الفترة الأخيرة وجدنا العديد من القمة الإفريقية مع الدول الكبرى، وجدنا هناك قمة أمريكية إفريقية، قمة روسية إفريقية، قمة صينية إفريقية، قمة أوروبية إفريقية. على مستوى القمم الثلاث الأربع هنالك صراع كبير وواضح وواضح للعيان وواضح على السطح بين هذه الدول من أجل التعاون حسبما حسبما يتم الإعلان بجانب هذه الدول، ولكن في الأساس هو السيطرة على ثروات هذه القارة الإفريقية البكر. هذه القارة يوجد بها ثورة شبابية ضخمة، 60% من شباب العالم أجمع متركز في القارة الإفريقية، أكثر من 60% من الثروات الطبيعية موجودة بالقارة السمراء. المعاناة الكبيرة، الهرم السكاني الموجود في القارة السمراء في أوج شبابه، بينما الدول الأوروبية والدول الغربية تعاني من هرم سكاني معكوس بشكل أو بآخر. كل هذه المسائل أعتقد أن هي بتدعو بشكل كبير الدول الأوروبية والدول الغربية الكبرى لصراع محتدم وصراع عنيف على هذه ثروات هذه القارة البكر، الذي ينعكس بشكل كبير على تأجيج الصراعات، عدم وجود تنمية حقيقية داخل هذه الدول، عدم تمويل بقدر كافي لمشروعات التنموية في هذه الدول، تأجيج الصراعات ما بين هذه الدول وبعضها البعض. السودان خير مثال وخير للأسف نموذج لهذه المسألة، يعني دوامة متكاملة. ويمكن يعني ده ياخدنا للحقيقة موقف مصر من البداية ورؤيتها في إدارة يعني سواء كان توليها كافة الملفات اللي ليها علاقة بأفريقيا حتى مشاركتها في وجود اجتماعات
أوروبية أفريقية أمريكية أفريقية، دائما مصر الحقيقة كانت يعني لها يعني دفع كبير في هذا الأمر، لها هدف كبير في تعزيز هذا الملف. لو عدنا للرؤية المصرية ومحدداتها، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن مصر كانت ليها اقتراح بأن يكون في لجنة صحية للكوميسا، ضرورة الاهتمام مش بس في التكامل الاقتصادي لكن التكامل الاجتماعي والتنموي. صحيح. على مستوى التبادل خبرات بين الشباب، التبادل خبرات اجتماعية وعلمية وتثقيفية وغيرها. لأي مدى هذه المحددات العريضة لو قلنا أنها أطر كبيرة، لو تم ترجمتها على أرض الواقع ستعزز من التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي بين دول القارة السمراء، ولو قلنا حتى على صعيد الدول أعضاء الكوميسا مثلا؟ أعتقد أن الرؤية المصرية كما تفضلتي حضرتك بالذكر هي رؤية شديدة الوضوح، وأكثر منها كمان رؤية بتجد آليات تنفيذية سريعة للغاية لحل المشكلات والأزمات الأفريقية من خلال التنمية في المجالات المختلفة. كما تفضلتي بالذكر هنالك لجنة صحية مقرها في القاهرة قدمت أكثر من 4 مليون جرعة، 400 مليون جرعة عفوا، من لقاحات كورونا للدول الأفريقية المختلفة. هنالك جوانب اقتصادية أيضا عززت من خلالها الدولة المصرية أوجه التعاون، على سبيل المثال في إطار دول الكوميسا خلال فترة الرئاسة المصرية تضاعفت الجوانب التجارية أو المقدرات التجارية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض داخل إطار الكوميسا عدة مرات. الرئيس السيسي أيضا ضرب مثال وصلت 13 مليار دولار في 2022. صحيح، هنالك مضاعفة للرقم مقارنة بالأعوام السابقة. أيضا الرئيس السيسي ضرب مثالا واضحا بالتعاون المصري التنزاني فيما يتعلق بسد جوليوس رينيري، بتعاون مصري من شركات مصرية، تحالف مصري من شركة المقاولون وشركة السويدي. أعتقد أن هذه المسألة ضربت مثالا واقعيا لكيفية التعاون وبعثت برسائل مباشرة وغير مباشرة للعديد من الدول التي تحاول أن تسيطر وتهيمن على منابع النيل. هذه المسألة أيضا أعطت مثالا واضحا لكيفية التعاون بين الدول الإفريقية وبعضها البعض فيما يتعلق بالتنمية. إذن نحن أمام رؤية مصرية واضحة، والأوضح منها أن هنالك آليات تنفيذية يتم على أرض الواقع ساهمت بشكل كبير في دعم عملية التنمية في العديد من الدول الأفريقية وقابلة للتوسع في دول أخرى حسبما ترى الدولة المصرية. حقيقي، ويعني اتفاقا مع كلام حضرتك، يعني مصر قدرت انها تقدم نماذج فعليه تطبيقيه على ارض الواقع، ليس مجرد كلام تتشدق به او كلام بروتوكولات، ولكنه بالفعل خطه تنفيذيه وقابله للتنفيذ، وبالفعل تم تنفيذ الكثير منها. اوجه التعاون اللي بين ممكن تتم بين دول الكوميسا في وجهه نظر حضرتك، يعني كان في اكثر من وجهه نظر مصريه او اكثر من رؤيه مصريه في شكل مجالات التعاون، ليس فقط في مجال التجاره البينيه، مجال صناعه الدواء، مجال أيضا التبادل المعرفي والثقافي، مجال النهوض بالتعليم بالعملية التعليمية، يعني وهي قطاعات الحقيقة ضاربة في جذور الدول الإفريقية وهي بحاجة إليها. يعني لو هنتكلم من الدول الإفريقية محتاجة لدعم صحي، محتاجة لدعم تعليمي وتثقيفي، طبعا أكيد بنية تحتية أيضا زي ما حضرتك تفضلت وقلت موضوع سد جوليوس ريناري في تنزانيا، وهو الحقيقة بيدي مثال واضح على التعاون الفعال، إنتاج اعتقد 2.5 جيجاوات من الكهرباء وتوفير طاقه كهربائيه للقاره السمراء، برضو ده موجود. برايك الى اي مدى هذا التعاون والترجمه الفعليه على ارض الواقع لهذه المجالات في التعاون بالفعل يمكن ان تقلل مثلا من فكره الصراعات، وتقلل ايضا من فكره التناحر حتى الحدودي بين الدول؟ خلينا نبص للموضوع من زاويتي رؤية، الزاوية الأولى متعلقة بالدولة المصرية والزاوية الأخرى متعلقة بالدول الأفريقية والقارة الأفريقية بشكل عام. فيما يتعلق بالدولة المصرية أعتقد أن نحن أمام فرصة تاريخية لاستعادة المكانة والعمل كبوابة كبيرة للتصنيع والتصدير للدول الأفريقية. هنا أعتقد أن الدولة المصرية أمامها فرصة ذهبية لتنمية غير مسبوقة من خلال التعاون مع
الدول الافريقيه، لان عندما يتم التصنيع هنا سواء في الدواء سواء في السيارات في الالات المختلفه في كافه الصناعات والمنتجات الغذائيه ايضا هنا لابد ان تلعب دورا كبيرا. عندما يتم استخدام مصر كراس حرب للتصنيع والتصدير للدول الافريقيه، هنا نحن امام خطه مصريه طموحه تستعيد بها المكانه وتقوم بتنميه الاقتصاد المصري الى افاق غير مسبوقه على الاطلاق خلال السنوات الاخيره. هذه وجهه النظر او زاويه الرؤيه الاولى. عندما ننظر الى الدول الافريقيه كما تفضلت بالذكر قبل قليل، هنالك ثروات طبيعيه غير مكتشفه وغير مسبوقه في القاره الافريقيه. اكثر من 70% من اراضي القاره الافريقيه باستثناء الصحراء الكبرى قابله للزراعه، هنالك ثروات طبيعيه كبيره خاصه على مجال احتياطات الغاز واحتياطات النفطيه، هنالك ايضا ثروه داجنه وحيوانيه غير مسبوقه. فعندما تكون هنالك خبرات مصريه كبيره تقوم بالاتجاه جنوبا وشرقا وغربا في القاره الافريقيه وتقدم يد المساعده من خلال الخبرات الكثيره التي تحدث عنها الرئيس السيسي في لقاءاته الثانويه مع كافه قاده الكوميسا، تحدث بشكل تفصيلي في هذه المساله. فعندما يكون هنالك خبرات واسعه وتتجه لكافه ارجاء القاره الافريقيه لتساعدها على التصنيع الزراعي واكتشافات النفط والبنيه التحتيه وغيرها وغيرها من المشروعات، اذا ستكون هنالك تنميه حقيقيه وغير مسبوقه للقاره الافريقيه، تغنيها اولا عن الاطماع الغربيه، تحقق لها تنميه هي تستهدفها بالاساس، وتضحى بشكل كبير على طريق من التقدم والتنميه هي تستحقه بكل تاكيد. الحقيقه ان مصر رايحه بتشارك في هذه الاجتماعات ولديها رؤيه واضحه لاليه الاستفاده، مع تعظيم الاستفاده من المواد الخام، تعزيز يعني التمكين الافريقي لثرواته الحقيقيه. هذه الرؤيه المصريه اللي كانت جليه جدا في كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطابه في اجتماعات الكوميسا الثانيه والعشرين، برايك الى اي مدى يمكن ان تخرج لنا يعني جدول تنفيذي لمشروعات متوقعه برايك طبعا خلال الفتره القادمه؟ أعتقد أن جانب كبير من الرؤية المصرية في هذا الإطار بدأ بالفعل تنفيذه على أرض الواقع. عندما نتحدث عن تأثيرات الدور المصري فيما يتعلق بالعمل الأفريقي، سنجد هنالك العديد والعديد من المخرجات سواء على مستوى السوق القارية التجارية المشتركة. أعتقد أن هنالك خطوات تنفيذية وخطوات ملموسة على أرض الواقع، وهذه مسألة شديدة الأهمية. عندما نتكلم على مشروعات البنية التحتية التي تشارك فيها شركات مصرية، أعتقد أن هذه مسألة مهمة جدا. عندما أيضا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التعاون فيما يتعلق وتوجه رجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار في الدول الأفريقية، بس عندنا تاريخ كبير الحقيقة في الموضوع ده، يعني عندنا سابقة أعمال كتير. أعتقد أن احنا مرينا بثلاث مراحل لهذه المسألة. كان أوجه التعاون في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، كان هنالك تعامل غير قابل للمقارنه باي مجالات او باي فترات سابقه او حتى لاحقه فيما يتعلق بالصناعه، دعم حركات التحرر الوطني في الدول الافريقيه والتخلص من الاستعمار، التعاون الصناعي من خلال شركات كثيره على راسها شركه النصر. ثم بعد ذلك مررنا بفتره انحصار خلال فترتي حكم الرئيسين السادات ومبارك، بدعوى اني نحن مشغولون بالاستعداد لحرب 73 او نحن مشغولون بالتعاون مع الدول الغربيه بشكل اساسي والدول العربيه على حساب التعاون مع الدول الافريقيه. ثم جاءت مرحله استفاقه كبرى من وجهه نظري خلال فتره حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. اولا هو استعاد المكانه المصريه والمقعد المصري في الاتحاد الافريقي، ثم بعد ذلك راس الاتحاد الافريقي وخلال فتره عام رئاسه الدوله المصريه
وأعتقد أن هنالك مياه كثيرة جرت في نهر التعاون ما بين مصر والدول الأفريقية. استعادت مصر المكانة ثم قامت بدور قيادي كبير وغير مسبوق على مسار قيادة الدول الأفريقية نحو التنمية والتعاون في المجالات المختلفة الاقتصادية التجارية الأوروبية، كل هذه المسائل. أعتقد نحن أمام مسألة أيضا مرحلة ربما تشابه مرحلة الرئيس جمال عبد الناصر على مستوى التعاون مع الدول الأفريقية. هذه المرحلة لو قمنا باستغلالها على النحو الأكمل أعتقد أن هي ستصب كثيرا في صالح الاقتصاد المصري والتنمية داخل البلاد. لأننا لسنا بمعزل عما يحدث في العالم، رأي حضرتك إلى أهمية طبعا لقاءات واجتماعات الكوميسا في هذا التوقيت اللي بيشهد تناحر غربي غربي، يعني تناحر بين روسيا والدول الغربية بشكل كبير، أكد على أهمية الاعتماد على الداخل وإمكانيات الداخل والتكتلات الإقليمية دورها الكبير في مواجهة الأزمات العالمية سواء أزمة طاقة أو أزمة غذاء. هذه النقطة في منتهى الأهمية من وجهة نظري. عندما كنا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي لعبت مصر دولا كبيرا على مستوى دول عدم الانحياز والتأسيس لهذه المنظمة خلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر. أعتقد أن الدولة المصرية الآن تقوم بدور مشابه أو مماثل لهذا الدور خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق العالم الآن يمر بفترة تحولات كبيرة من عالم القطب الأوحد إلى عالم متعدد الأقطاب. خلال هذه الفترة أعتقد أن هنالك صراع كبير كما ذكرنا من قبل حول استغلال ثروات القارة الأفريقية واستنزافها بشكل أو بآخر بدعاوى التعاون الاقتصادي وغيرها من المسائل. الدولة المصرية في كلمة الرئيس وفي كافة الخطابات وكافة الاتصالات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي هنالك مبدأ كبير يتم الترويج له ودعمه بكافة الأشكال خلال الفترة الحالية، وهو أن الدول الأفريقية إذا ما اعتمدت على نفسها خلال الفترة الحالية ونأت بنفسها عن فكرة الصراعات الموجودة خاصة الصراعات المتأججة فيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أعتقد أن الدول الأفريقية لو نفذت الرؤية المصرية وتعاونت مع القاهرة في هذا الإطار أعتقد أن هي ستكون أيضا مؤهلة بشكل كبير لتلعب دور أساسي إن لم يكن على مستوى التأثير فهو على مستوى الاعتماد على الذات الإفريقية فيما يتعلق بسلاسل الإمداد. لدينا سيكون لدينا قدرة كبيرة على الاعتماد على الذات، عندما نقوم بتصنيعات مشتركة أعتقد سيكون لدينا قدرة كبيرة على الاستغناء عن الخارج ودعم الاستقرار القرار الوطني في الدول الإفريقية أجمع. أيضا سيقوم بدعم الدول الأفريقية بشكل كبير ليضعها على مستوى القارة الأكثر إنتاجا مقارنة بالقارات الأخرى خلال الفترة المقبلة. هذا الحقيقة ما ننشده دائما، نقول أنه حان الوقت، يعني إن كن فاتنا كتير فقد حان الوقت للاستفادة من الأزمات العالمية ومحاولة الوقوف بشكل أكثر دقة وأكثر سلامة على أقدام ما نملكه من موارد وثروات أفريقيا تستحق ذلك. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر كاتب الصحفي أستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير جريدة الجمهورية، شكرا فندم على هذه المعلومات وهذه المشاركة. ومشاهدينا الكرام مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل حوارنا الثاني مع زميلتي دينا أنديل، ويعني الجديد من الملفات المختلفة في هذا الصباح، ابقوا معنا.